أهلا بكم مشاهدينا، وطيب الله أوقاتكم بكل خير في أولى حلقة من حلقات برنامجنا المراسل، البرنامج الخاص اللي بنهتم فيه بكل ما ورد عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي من فيديوهات وأفكار ربما تعبرون بها عن واقعكم الذي تتعايشون معه. علشان كذا حبينا أن احنا نطلع معكم في هذا البرنامج بفقرات مختلفة ومتنوعة، فقرات نحاول فيها التنويع والتجديد. أولى تلك الفقرات فقرة رئيسية أسميناها باسم البرنامج المراسل، والتي نحاول من خلالها أن نأخذ مجموعة من أفكاركم وفيديوهاتكم عبر منصة برنامج المراسل الظاهرة أسفل الشاشة، ونقوم بعرضها والتعليق عليها. بينما الفقرة الثانية نبحث فيها مع بعضنا عن أبرز وأهم المواقع الخاصة التي وردت عبر تيك توك والفيديوهات التي تعبرون فيها أيضاً عن بعض قضاياكم أو ربما أموركم الخاصة. فيما الفقرة الثالثة نحاول أن نسلط الضوء فيها على قضية معينة كقصة نجاح، قصة تميز أو موضوع عام أبهر الكثيرين أو حتى أحزن الكثيرين، فحاولوا الحديث عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نقضي نحن وإياكم أوقاتا جميلة، وأن نحاول أن نعكس الصورة كما نقلتموها إلينا. إذن بداية مشاهدينا نبتدئ معكم هذه الفقرة المخصصة لكل الفيديوهات التي قمتم بإرسالها لنا عبر المنصة المخصصة لأخذ فيديوهاتكم في المراسل، ومع أولى هذه المقاطع التي أرسلت من الأخ محمد أحمد قاسم. محمد أحمد قاسم أرسل لنا مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يتحدث عن حبه لابنة جاره وحياته التي ترعرع بها معها، ولكنه عندما قرر الارتباط بها فوجئ بالمهر الكبير. تابعوا. يا بنت، في عشقك نظمت قصيدتي وجعلت عنوانا قصيدة حبنا، وجعلت أبيات القصيد بلهجتي هدرة مليحة حالية من حقنا. أنت الذي لما أشوفك أصفرع مثل القمر لما يظل فوقنا، أنت العيون حقك ملي مزيد، أقول أنت العيون حقك ملي جنان تنام. وقال أبو بكر لما غني غنيته كما عشق وعشق معاه حقه غنى، باشل حبك معي وانت معي ونجلس نحب البعض طول أعمارنا، واللي شلك مني يا ضو مقلتي شق حز أبو مثل العقولة بحولنا، ما أنا مش اسكتلوش وخلو ياخذك ياخذ قليبي يطرحك لي أنا، ما أنا مش اسكتلوش وخلو ياخذك ياخذ قليبي يطرحك لي أنا، جالس أحبك من وانا جاهل صغير نكبر سوا والحب يكبر بيننا، أعشق أنا وسهر أنا ومرقدش أنا وبالآخر يجي يشلك جارنا. لو يصربوا وادي شباط بدقيقتين ويحرثن بساعة بحمارنا ويكنسوا القرية بريشة عنصرة ويناقل الكنسة قريب حدودنا مع حاج جليك والذي رفع السماء. إذا مثل هذا الفيديو الذي يعكس معاناة الشباب في المغالاة في المهور قد يدفع بعضهم إلى البكاء في ليلة زفافه. دعونا نشاهد هذا العريس الذي بكى في يوم عرسه، ترى ما الذي أبكاه؟ إذن هذا العريس ربما يكون قد بكى من ارتفاع المهر الذي قد عاناه في حياته، ولذا يجب على المرأة اليمنية تحديدا أن تقدر قيمة الرجل عندما يدفع مهورا كثيرة. لكننا فوجئنا بأحد المقاطع التي أرسلت لنا صفاء السالمي. صفاء السالمي أرسلت لنا هذا المقطع عن فتاة عربية تتمنى الارتباط بيمني. أنا أشتي زوج يمني، يلي تتابعيني عندك أخ، والله إني أعرف أطبخ، والله إني أعرف أكنس، والله إني أعرف أغسل، والله إني أعرف أسوي كل شيء، لكون زوجة صالحة لأخوك ولا ولدش، والله إني لكون زوجة صالحة لولدش. أنا أشتيت أتزوج يمني، أنا قلبي يشتي يمني. إذن هذا هو اليمني الذي طمحت به هذه المرأة بالزواج منه، اليمني الذي قد لا يعرف الكثيرون عنه بأنه يعاني في الغربة كثيرا من أجل تجميع
قوت حياته وأسرته وتأمين مستقبله، حتى أنه بعد ذلك يعود للغربة من جديد كي يجمع مالا آخر يعود به إلى أهله. أحمد محمد خالد أرسل لنا هذا المقطع الذي تحدث به عن معاناة المغتربين، ويليه أيضا مقطع آخر ليوسف الجعفري. المغترب اليمني هو الشخص لا يقدر يشوف أمه، لا يقدر يشوف أبوه، لا يقدر يشوف أهله، لا يقدر يشوف جيرانه، لا يقدر يشوف أولاده. المغترب اليمني بيشقي سنتين إلى أربع سنين ويتروح يتزوج ويعمل ثلاث أربع شهور ويرجع يغترب ثلاث أربع سنين. المغترب اليمني لا يهنى النوم ولا يهنى اللبس، لا يهنى الأكل ولا حتى في راحة في الشغل. المغترب اليمني لطول عمره مجعجع وعادي بالبلاد، يقول لك أنتم مرتاحين، وين الراحة؟ أنتم المرتاحين، أنتم بن أهالي، أنتم بن عيال، أما إحنا لا، إحنا بعيدين عن الوطن، بعيدين عن الأهل، بعيدين عن الأبناء، بعيدين عن الأخوات، بعيدين عن كل شيء جميل. حتى الأكل والله العظيم نأكل وإحنا مسلمين بالشغل 12 ساعة 7 أيام، وين الراحة؟ تفكروا إن إحنا ننجح بالفلوس بالمجرفة؟ احمد الله على أدي أنتم فيه، أما إحنا والله إن إحنا تعبانين. السلام عليكم، خلونا نتكلم شوية على عقالة عن معاناة المغترب اليمني. اليوم يا حبايبي أصبح المغترب اليمني يعاني الأمرين، الأمر الأول وهو البعد عن الوطن، البعد عن الأهل، البعد عن الزوجة، عن الأولاد، عن الأب، عن الأم. اليوم تفقد أبوك، تفقد أمك، ما تقدر تزورهم، أنت في بلد وهم في بلد آخر، وما يعرف بالمعاناة هذه إلا الشخص الذي يبتعد عن وطنه ويغترب عن وطنه. الشيء الثاني والأهم هو معاناة المغترب اليمني وخاصة في المملكة العربية السعودية. اليوم أصبح نص المغتربين راقدين في العزب بسبب القرارات السعودية. طبعا بلادهم هم حرين فيها، قرارات السعودة اليوم 70% من الأعمال والأشغال تسعودت، ولن يبغى لبعض المهن أو الحرف الخفيفة التي ما فيهاش مردود مادي أقوى. لأجل كل هذا لا يهون على المغترب اليمني إلا مجموعة من مقاطع الفيديو التي تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تكون متميزة بجمال الطبيعة، بجمال الحياة في اليمن، بالخضرة، بالروعة، بالألق. هذا الفيديو وصل من أحد الأشخاص لكنه نسي أن يذكر اسمه في المنصة. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 عرفك تهامي يا لا لا يا ذا الغزال المنتشي عرفك تهامي لا لا واملك ششامي لا لا شاقني خضابك ومحارير واملك ششامي تعرفوا إيش اللي بيخفف من معاناة الإنسان، إيش اللي بيخفف من كل هذه الظروف التي تضغط عليه في حياته؟ إنها حلاوة المهنة التي يتمتع بها مهما كانت قاسية ظروف الحياة ومهما كانت صعبة. فيديو لبائع آيس كريم لكنه يبيعه بطريقة مختلفة تماما تجعلنا نستمتع ونحن نستمع إليه. حالي عسالقة والمبارق للبفاري طير بالكسالقة والدروس بام الدروس رجع الشيبة عروس الحالي عندي وشوعة جنبي هاري كاري ماري سنكاري هاري بريوفر سنكر برتيك كاريو سنكر برا لا تسوي لك لقوة العضلات شيلة كلات رجع العجائز بنات يا حجاب الله حجاب
وي هاري كاري ماري سنكاري هاري بريو فرسنكر برتي كاريو سنكارا برا تحضير صحي قول زيتين خليك تقع كحتين سير المستشفى واضرب ضربتين وابوك يدفع مرتين بعدين حلك خلعتين يا حجاب الله حجاب. بجانب الاستمتاع بالمهنة هناك آخرون من أرسلوا لنا صورهم وهم يتحدثون عن المناطق الجميلة التي وجدوا فيها، بالإضافة أيضا إلى مقاطع أخرى يتحدثون فيها عن اشتياقهم لمن غاب عنهم فيكون جزءا من الصبر عليهم. ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون إلا وذكرك مقرون بجفاء ولا جلست مع قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. إنه إذن الفن الجميل الذي يترنم به الكثيرون من خلال مجموعة من المقاطع التي انتشرت على وسائل السوشيال ميديا، ومنها هذا المقطع بكر غبش لمشاقر تعز. هذا المقطع تم توارده من قبل الكثيرين وحصل على نسبة مشاهدة عالية كونه يعكس جمال المدينة التي انبثق منها وروعة الفن التعزي. نتابع. بكر غبش بيطل والرشاشين، بكر غبش بيطل والرشاشين، بكر بكر قبل طيور ماشين، بكر بكر قبل طيور ماشين، حليل وصدق لكن هذا المقطع أيضاً حصل على العديد من المقاطع المشابهة له والتي تعرض لها بنوع من الطرافة. بكر غبش بيطل والرشاشين، بكر غبش بيطل والرشاشين، بكر بكر قبل طيور ماشين، بكر بكر قبل طيور ماشين، حليل وصدق حتى الأطفال توجد لهم أيضاً مساحة خاصة يحاولون الاستمتاع فيها بطفولتهم رغم الظروف القاسية التي يتعايشون معها.
حاول الكثيرون منهم أيضاً صناعة آلات موسيقية بسيطة من مواد بسيطة كي يتعايشوا بها في حياتهم. نتابع هذا الفيديو الذي جاء من جمال محمد هادي. إنه الفن اليمني إذن الذي انتشر ووصل بأبعاده إلى مدارات متعددة، ولم يقتصر على صغير أو كبير عاش في هذه البلاد أو حتى خرج منها. أحد المقاطع وردنا ولكن لم يذكر اسم مرسلة لإحدى نساء اليمن من يهود اليمن اللواتي غادرن البلاد، إلا أن الفن اليمني ما زال متغلغلا في أعماقها. تصوروا بأنها تعزف وهي على سرير المشفى، حتى شعرنا بأن جهاز تخطيط القلب يكاد يرقص فرحا معها. كانت هذه إذن مجموعة من الفيديوهات التي وصلتنا عبر منصة المراسل المذكورة في أسفل الشاشة، ونتمنى ألا تنقطعوا دائما بإرسال كل ما تقومون بتصويره وتوثيقه من أشياء جميلة وغريبة وطريفة. فقرتنا الثانية حاولنا أن نستقيها من التيك توك، هذا التطبيق الذي اكتسح مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر بشكل كبير ليعبر فيه اليمنيون تحديدا وبطريقتهم المعتادة أبرز الأشياء التي يحاولون التحدث عنها. نتابع. أصلاً أنا زاعل منك. ليش زاعل منك؟ إيش نسبك؟ حن ضبط البقرة حقنا ويا حبلة. حقي أنا حر حقي. حرام حرام قال لك حار. وشو عليك هذا الخبر؟ والله بخل الله واحد يجي يضبطك وأنت حبلة. احجز لي لفرنسا أسرع وارجع. فرنسا؟ أبصرك البرج هذاك أفتح لي تحت أبو فيه. أطلب الله يا أخي. قال يا الفقر لك جني يشلك وإن ماشي شلني واعيش متهني ولا شوف الحرة. قد صاحبي مني علي لجل حنقد هو غني ما زي سأل عني ولا أنا داري أشبه من خلاه. والهم كملني ومبنى وسط قلبي مبتني يا رب عوضني بلا يمس من بعد العجال. للحين ما رأيكم أني سافر؟ نسافر لما لما آه. بنقول لك خارج اليمن. أي خارج أرحم الراحمي خارج اليمن أنا. ما اقدرش مجلس الامن.
مرق 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 عايش مرق على مدار مرق عايش مرق من الصبح لا لا من المطعم راسي الليلة مشى وش على خضر الربع سعد من خزن ودكا وقاته قات عود حزنوا يا شعبنا يا حبايب وقربا عندنا ما الفرق بين الراسب والناجح؟ الراسب يفتح له بوفية بعد ما يرسب، الناجح يدرس 4 سنين ويرجع يشتغل عند صاحب البوفية الراسب. ما صدق والله. وصلنا بكم إلى فقرة قصة اليوم. في اليمن التي نجد فيها مجموعة مختلفة من القصص المتعددة التي امتزجت فيها آلام الحرب بآمال السلام، وخصوصا بأصوات الأطفال. قصة اليوم تتحدث عن طفل عرفتموه بالتأكيد من خلال صوته الشجي، إنه عمرو بائع الماء ابن 9 من عمره الذي لم يكن يلتفت إليه أحد، ولكنه كان يحرص على أن يلفتهم إليه ببسماته ونظراته وصوته الجميل الذي كان يتغنى به أثناء بيعه للماء في المارة بالشارع من أمامه. حبيبي أنت وينك من زمان، أنا كديري مراعي لك سنين. حبيبي أنت وينك من زمان، أنا كديري مراعي لك سنين. غرامك أنت جلالي جنان وخلاني أمير العاشقين. غرامك أنت جلالي جنان وخلاني أمير العاشقين. مراديا حامل مصلحان والليلة يا من الخايفين. لم يلفت عمر أنظار المارة فقط من خلال الفيديوهات التي انتشرت عنه وحصد من خلالها على آلاف المشاهدات، وإنما أيضا لفت أنظار الفنانين الذين كان يغني لهم، ومنهم الفنان صلاح الأخفش، حيث تحداه عمر في إحدى الأغاني بأن يغنيان معا لينظر أيهما الأجمل من وفق منظوره الطفولي. سمع صوتك. حبيبي أنت وينك من زمان، أنا قد لي مراعي لك سنين. تحياتي وأشواقي للنجم الذي بيطلع كسر السوق إن شاء الله بايع الماء، وأنا قد بين أدورك ما قد لقيتكش، وشتي ألقاك على مد نغني أنا وأنت يفعل بيوتون بسر من أقوى أنا ولا أنت. أتحداك حبيبي يا أنت وينك من زمان، أنا قد مراحي لك سنين. غرامك أنت جنني جنان وخلاني أمير العاشقين. مرادي أنت حامل وصلحان وليلة انتشرت أصداء الطفل اليمني عمرو بائع الماء حتى وصلت إلى مساحات طويلة في أرجاء الوطن وخارجه، لتصل فيما بعد إلى الكاتبة اللبنانية رحاب الظاهر. رحاب الظاهر علقت عليه بتعليق يبين ويظهر مدى روعتها وحبها لهذا الطفل، فقالت له: جربت أكتب أكثر من تعليق على فيديو الطفل اليمني اللي عم بيبيع المي ويغني وعجزت لاقي أي كلمة. هو طبعاً بتحكيهم بلهجتهم اللبنانية. بسرعة كبيرة توالت التفاعلات بعد هذا المنشور لهذه الكاتبة اللبنانية، ليصل إلى الفنانة أصالة التي نشرت في صفحتها التي يتابعها أكثر من 16 مليون متابع، وقالت: ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح، يا ابني عمرو بائع الماء، مو معقول مو معقول هالجمال. وأرفقته بهاشتاج بائع الماء اليمن. أصداء الطفل عمرو وصلت أيضا إلى الملحن والموسيقار اللبناني صبحي محمد، الذي أعرب في أحد فيديوهاته عن نيته في تبني عمرو فنيا من خلال السفر إلى بيروت وإنتاج مجموعة من الأغاني هناك. امبارح نزلت بوست على صفحتي عم ببرم على طفل يمني هو عم يغني،
والحمد لله صار تواصل بيني وبينهم، وبعد 10 ايام راح يكون عندي بلبنان، لانه مثل ما بتعرف في اجراءات سفر وجوازات. وانا بتشكر كل شخص اهتم بهذا الموضوع، لموضوع الطفل اليمني عمره، وان شاء الله انطرونا قريبا بعد 10 ايام انا والطفل اليمني عمره. صبح محمد. كلنا يعرف أن الفن اليمني سريع الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا الأغاني التي يتغنى بها الأطفال، حتى أنه تغنى بها كبار الفنانين العرب والعالميين. أغنية حبيبي أنت وينك من زمان التي تغنى بها الفنان صلاح الأخفش، والتي ألفها الشاعر أحمد المطري ولحنها الملحن محمد التاج، تغنى بها عمرو فاشتهر بها، ووجدت بعد ذلك العديد من مقاطع السوشيال ميديا التي تغنى بها هؤلاء. حبيبي وينك من زمان، انا كل مرلك سنين. حبيبي وينك من زمان، انا كل مرلك سنين. عمرك انت جبلي جنا، وطلعني امير لشكين. حبيبي حبيبي انت وينك من زمان، انا قد لي مراعي لك سنين. حبيبي انت وينك من زمان، انا قد لي مراعي لك سنين. غرامك انت جنني جنان، وخلاني امير العاشقين. غرامك انت جنني جنان، وخلاني امير العاشقين. مراديا حان الوصل حال، وليلة يا مكن الخايفين. حبيبي أنت أنا منك وفيك، ولأجلك يا ملك صرنا ملوك، ولا بقبل بقلبي لك شريك، ولا بحل الغواني قارنوك. لم تكن أغنية حبيبي أنت وينك من زمان هي التي انتشرت وأخذت هذه المساحة على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وإنما أغنية يا ليالي أيضا التي تغنى بها العديد من الفنانين العرب على مختلف جنسياتهم، حتى وصلت إلى أعماق أوسع، وكل ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع. قالوا ان الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي. يا ليالي يا ليالي، يا ليالي خبري إذن في نهاية هذه الحلقة التي وصلنا إلى ختامها، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا جميلا ورائعا من خلال الفيديوهات التي استقيناها في هذه الأفياء. فيديوهات إما تم إرسالها لنا منكم عن طريق الرابط المخصص بمنصة المراسل والمذكور أسفل الشاشة، أو عن طريق الفيديوهات التي انتشرت وشكلت ترند في فترة من الفترات. دائما ما سنكون بانتظار كل ما ترسلونه لنا، ولا تنسوا أيضا ملء البيانات الموجودة في خانة منصة المراسل. إلى هنا نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع المقبل. لكم أطيب الأمنيات، إلى اللقاء.